لبنان مباشرة على هوا من خلال شاشة ال بي سي اي. الليلة رقم السحب 1840 لليلة الاثنين 14 أيلول 2020. الجوائز على الشكل التالي: المرتبة الأولى لليلة قيمتها 1,278,000,000 ليرة تقريبا. المرتبة الثانية ما فيها تراكم، الجائزة بتكون تقريبا حوالي 75,000,000 ليرة. وزيد الليلة الجائزة الأولى قيمتها حوالي 26,500,000 تقريبا. من كم سحب انربحت الجائزة الكبرى اللي كانت قيمتها حوالي 1,600,000,000 ليرة؟ وطبعا بذكركم جوائز اللوتو كلها صارت نقدا كاش. كتار منكم ما بيعرفوا مين ربح هيدي الجائزة الكبرى، انا وياكم رح نتعرف بهيدا التقرير على الاخوين جبك. نسيم وعلي جبك اخوه فازوا بجائزة اللوتو اللي بلغت قيمتها 1,638,000,000 ليرة لبنانية. عمري 22 سنة، عمري 21 سنة، نحن ثلاث شباب، صبية صغيرة وأكيد الوالد والوالدة، ونحن من بعلبك والحمد لله ربحنا اللوتو. دائما يعني ما كنا متوقعين، واحد بيقول إنه بدي أربح اللوتو كان هو شيء كتير صعب، بالعكس لا، اللوتو اللبناني كان شيء كتير حلو. أنا وخيي كنا عم نعمل كزدورة صغيرة وسابت معنا فرطات بجيبنا، قلت له لخيي شو رأيك نتكس ورقة لوتو هيك؟ عم قال لي يلا، قلت له بنقطع كم شبكة هيك الفراطة ما عادش تعمل شيء بهالبلد، ما في غير ورقة اللوتو ممكن نستفيد منها. عم قال لي ديل، رحنا على هيك سنترال صغير، فتنا قطعنا 8 شبكات. سو قطعنا 6 شبكات اختياري وقطعنا 2 عشوائي والحمد لله نعطي هيك من الآخر صابت الشبكة العشوائية. هلا أجمل شعور أنت وحامل الورقة وعم يطلع هيك أول رقم صايبه، تاني رقم صايبه، يعني قاعد ناطر يوصل للخامس بدك السادس يطلع السادس عن جد، يعني عن جد كان شعور كتير حلو. أكيد يعني كانت فرحة كتير قوية بالبيت، وهلا الجيران حيحضروا الفيديو يعني كان كلهم سمعوا كمان كيف كانت الهيصة بالبيت. بعدني عم بتعلم وخيي بعده عم يتعلم، هو عم يشتغل أكيد، بس نحن بنحب حتى نحن عم نشتغل نكفي طموحنا، نتعلم نوصل أكتر، نكفي مشوارنا. على طول بربح، مش أول مرة بربح، بس بربح 8,000، كنت الربح الكبير 42,000، هلا ثابت الحمد لله، يعني صبناها وصبنا الأولى يعني، بس واحد ما يقطع الأمل، على طول يضل مكمل وجاهز. كل بيقول سافر سافر، أنا وخيي ما بدنا نسافر، لبنان منه بشع، لبنان ما بيستاهل إنه شبابه يفلوا، بغض النظر عن وضعه وعن سياسته وعن كل شيء فيه. صاري بدها تنصرف بهيدا البلد، ما حتطلع لبرا. ويل انفست دم لشيء كتير منيح، وحنأسس شيء حلو أنا وإخواتي، وحنكفي علمنا وحنوصل وحنفتح شيء لأننا تلتتنا. تشكر اللوتو اللبناني إنه عم يعطينا هيك مبلغ كبير كاش بهلا الوضع الصعب، وعارفين الوضع كتير صعب وما في كاش بالإيد يعني، فهيدا إنجاز كان كتير حلو من اللوتو اللبناني. ميرسي، ألف مبروك لكم، وعقبال ما يوصل الدور للجميع. مثل ما سمعتوا، 2,000 ليرة ما بقى تجيب شيء بهالأيام إلا ورقة اللوتو يلي فيها تتحول لمليارات. قبل ما نبلش بسحبنا بدنا نرحب الليلة بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية على عمل وصحوبات اللوتو أستاذ سيزار عيسى. أهلا وسهلا فيك معنا الليلة. أهلين. إلى مكنة اللوتو وطابت 42 يلي كلنا ناطرينهم إنه يدخلوا للمكنة ونشوف شو معقول الليلة تكون تركيبة الطابات الستة الأساسية للجائزة الكبرى والطابة السابعة الإضافية للجائزة الثانية. البداية مع رقم 13. طابة الثاني 48. الطابة الثالثة 4. رقم 14. طابة الخامسة 29. ثلاثين. الطابة السادسة 30. وطابة المرتبة الثانية لليلة رقم 5. ما
ما بقى في تشيك مثل ما شفتوا بالتقرير من شوي، الجوايز كلها صارت كاش نقدا شو ما كانت قيمتها، من المرتبة الخامسة 8000 ليرة لغاية المرتبة الأولى يلي الليلة قيمتها حول المليار و278 مليون ليرة كاش نقدا مع اللوتو اللبناني، وحتى زيد كمان كاش. يعني بتاخدوا المصريات وانتو بتقرروا شو بدكم تعملوا فيهم. زيد الليلة رقم الرابح هو بلاش يبين على الشاشة، طابت على شكل التالي 2 6 9 0 1. هيدا هو الرقم الرابح 10962. شوفوا شبكاتكم، خدوا وقتكم مع لوتو ومع زيد ونحن رجعنا لحتى نتابع اللوتو. خلينا نتاكد انا وياكم من الارقام من بعد ما نشوف التابلو. تفضل استاذ سيزار. صاحب اللوتو رقم 1840 بتاريخ 14/9/2020، والارقام السته الاساسيه هن 13 18 42 14 29 و30، والرقم الاضافي للجائزه الثانيه هو 5. من ربحت الليله الجائزه الكبرى او من ربحت الجواب بالتابلو؟ الأولى، من ربحت الثانية، أيضا من ربحت الثالثة، في 11 ورقة بيربحوا كل واحدة منهم 3.5 مليون. المرتبة الرابعة فيها 687 شبكة بيربحوا 56000 ليرة، والمرتبة الخامسة فيها 11000 ورقة بيربحوا 8000 ليرة. ألف مبروك للجميع. أستاذ هزار لو سمحت تزيد سحب زيد نفس رقم السحب 1840، رقم الربحان هو 10962. هيدا الرقم الربحان إلى تابلو زيد، والنتيجة الليلة بتبين قدامنا على الشاشة. المرتبة الأولى 26.5 مليون، يا ترى ربحت من ورقه واحده، كل ورقه بتنتهي بالرقم 0962 450000 ليره، 962 45000 ليره، و62 4000 ليره. استاذ سيزار فينا بس نسمع قديش مرت الجاي؟ مليار و400 مليون. مليار و400 مليون، خلص وقتنا، لاقونا نهار الخميس، باي باي.